Hélène Grer, business coach, où je travaille dans le domaine de l'informatique. C'est un coaching récemment, ou justement grâce aux réseaux sociaux, les technologies. Je vais vous dire que je vais vous coaching. Le coaching, c'est que vous savez qu'il faut se faire accompagner. Je vais vous dire que c'est l'objectif. Mais je vais vous dire que c'est normal, je vais vous dire l'objectif. مرة ندخل مرة نشك في روحي مرة ما نجمش نقدم يجوني عقبات يخليوني نتوهمش الكوتشينج جاي باش يعاونك باش توصل لوبجيكتيف نتاعك وتعمل لي زاكسيون نتاعك اللي يلزمك تعملهم اختيوا اختيوا فما شكون يعاونك بس انا نوصلك ونعلمك كيفاش تاخذ القرار وكيفاش تتغلب على الصعوبات وكيفاش تتغلب على نفسك كيفاش تتغلب على الافكار نتاعك اللي تقول لك ليه ما تنجمش والانتوراج نتاعك اللي يقول لك ليه شك في روحك سو مثلا الكوتشينج يساعدك باش توصل في وقت معين وتربح وقت اما راهو الكوتشينج معناتها ماهيش معجزه راهو هي باش نعلمك تخرج الحاجات والقوه اللي فيك باش توصل لوبجيكتيف نتاعك ايا كان راهو كبير صغير هي شوف النجاح راهو معناتها واحد وقت اللي عايد كوتش باش يوصل ينجح النجاح خارج نابع من الانسان بيدو مش من الكوتش لكن الكوتش بخبرته ويعاونك باش انت تخرجك الطاقه نتاعك باش انت تعمل اكشن راه نعطيك اكزامبل واحد كيبدا عطشان على الاخر وقريب يموت معناه وانت في يدك كيس ماء باش تعاونو يشرب يا اخي انت باش تمشي تعبي له الكيس وتحط له فيه الماء وتشد له يده وتشربه اذا كان هو ما يبلعش ينجم يحيى سو الكوتش لهنا يعاونك على اي حاجه على اي اكشن تعملها لكن باش توصل انت يلزم انت تعمل كوتشينج يلزمك انت تبلعك القطره باش تحيا الحياه فام الاذاعه الاولى للصحه في تونس الحياه فام